ان الولع دي ما جاتش في اي اغنيه قبل كده خالص. ده عليه يعني يرجع اوام، ده عليه اوام حواليه بنترمى، يعني مين هيقول حوالين الاوام بنترمى غير محمد منير؟ ما فاول ما خلصتها كلمته قلت له انا عايز اقعد معاك، ورحت له سمعت الاغنيه. انا طول ما هو بيسمعها شايف رياكشنات وشه. انت طبعا وانت بتقرا له قلبك بيدق دقات زي البيج بن. انا عايز اقوم ارقص على الترابيزه، عايز اقوم يعني الترابيزه اللي هو حاطط الموبايل عليها، عايز اقوم ارقص اتحزن كده وارقص من كتر ما انا فرحان ان هو فرحان. وخلصنا السمع قال لي الاغنيه عظيمه وانا هخش اسجلها فورا. طيب اتذاعت الاغنيه وجميله والناس مبسوطه، طلع حد يعني شاعر الاستاذ عادل صادق قال انه الاغنيه دي هو كتبها قبل كده وانه متاخد منها حاجات. طيب خلينا انا برضو انا كتبت يعني بوست توضيحي كده، انا بصراحه ما بحبش التفت للحاجات اللي بتضيع فرحه النجاح، لان وانا مش من معتنق نظريه المؤامره ولا بحب اسلم ودني ليها، وبشوف ان اي حد ليه حق ياخده يعني. أنا لما سمعت الكلام ده كتبت بوست وضحت فيه الأمر. كلمة سارق كلمات الأغنية دي كلمة كبيرة جدا. ليه؟ لأن الأغنية اللي أنا قدمتها لمنير كانت 20 بيت شعر. اللي حصل إن في تشابه في جملة أو في بيت من ضمن ال 20 دول مع شاعر محترم من صعيد مصر. أستاذ عادل صابر. والله مع كامل احترامي، مع كامل احترامي ليه، أنا فعلا ما كنتش أعرف يعني مين هو او كاتب ايه، ولكن لما لقيت البيت ده مكتوب قلت يا رديت قلت يا جماعه كامل احترامي للراجل اللي كتب الكلام، وانا بـ 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 يعني بحترم جدا وبؤمن جدا بالحقوق الملكيه الفكريه، واي مبدع من حقه انه يقول، ولكن في حاجه برضو اسمها توارد افكار. يعني ما هو اللي بيتكتب ده برضو مش قران، يعني انا ممكن تيجي في دماغي فكره وتيجي في دماغك فكره فانت تكتبها، وهي الكلام والمفردات مش حاكره على حد. ولسه النهارده قاري تعليق ظريف من الصحفي اسامه الشاذلي، هو صحفي وشاعر يعني، كان بيتكلم على القصه دي فقال يا جماعه ما هو الباب لو مفتوح ملوش حل ثالث، يا بيتقفل يا بيتفتح يا بيترد، يعني ما ينفعش يتاكل يعني، فاهم؟ ما هو الباب هيتعمل فيه ايه؟ باب اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده، هي جمله مسلمه نفسها. فهي زي ما جت في دماغ الاستاذ عادل هي جت في دماغي. هل ده معناه ان انا سارق الاغنيه؟ هل تشابه بيت من ضمن 20 بيت في الاغنيه هل ده معناه ان انا سارق الاغنيه؟ كلمه كبيره وكلمه مؤذيه جدا، يعني بتعكر صفه كده النجاح والردود الافعال اللي حاصله والتليفونات اللي عماله تجيلي من كبار الشخصيات المحترمه اللي بحترم رايهم. وبعدين في الاول وفي الاخر برضو انا متربي في مؤسسه عسكريه. هو يعني كمان يعني يا اكرم، يعني انا كان دوري قبل ما اكون فنان ان انا اتصدى للسرقه والتعدي على الحقوق على ايدي على ايدي. المهم بالظبط على هو بيقول كمان ان اللحن ده يعني برضو في مشكله شبيه للحن بتاعه. ما هي المشكله لا مش هو اللي بيقول ده، في حد تاني برضو بيقول ان اللحن متاخد من الاستاذ محمود المنسي. ايوه ما هو انا بقى ده اللي استغربت له. الاستاذ محمود انا بدات لما سمعت الكلام دخلت شفت اغنيته من 2017. هو بقى اللي انا عايز اقوله لك ان هي اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس، لا هو شبه كمان مدد يا رب بتاعت حماده هلال اللي في تتر المداح، شبه خلاني بعت هو محمد الشرنوبي. ايقاع مصري معروف، تيمة فولكلوريه من الصعيد، كل هتلاقينا كلنا متاثرين بيها. يعني هل تامر علي مثلا ملحن اغنيه شرنوبي هل محتاج يسرق؟ ده راجل ملحن كبير وليه اسمه. هل ملحن اغنيه مدد يا رب محتاج؟ يعني طالما احنا الاربعه رحنا للحن ده اذا هو تيمة فولكلوريه احنا متاثرنا بيها فاستلهمنا اللحن منها.